بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. مثل ما وعدناكم راح نعطيكم الأسلاك المطلوبة وأنواعها في لف الماطورات. طبعا هاي القائمة راح اشرح لكم عليها اللي يحب يصورها. هذا حسب الاحتياج، يعني انا ما اجبرك على الاعداد والارقام، هسه راح نشرحها بالفيديو. على كل الاسلاك تشترى بطريقتين. الطريقه الاولى على شكل كيلوات، كيلوغرام واحد مثلا 27.040، تشتري كيلو واحد وتقدر تشتري على 0.40. تشوفون هذا الرقم زين، تاريخ الانتاج 27.9.2021. البور وايت يعني الصافي او النقي، هنا عندك 6 كيلوات و 280 غرام. عندك التوتال وايت يعني الاجمالي مالته 6.56. هذا معناته شنو؟ 6.560 غرام، 6.280 غرام بالتصحيح. يعني هذا معناته شنو؟ معناته هاي البكره فارغه. دير بالك هاي الشغله اكو قسم من الناس ما يعرفوها، او اللي يبيع لك احتمال ما يعرف، احتمال ينسى. فهاي البكره وزنها 280 غرام، هاي البكره 280 غرام، هاي الفوق ده شوف الرقم ال 350 غرام. البكره تجي صناعه تركيه مثل هاي الزرقاء او مثل هاي الخضراء او مثل هاي البرتقاليه. البكرات البيض دائما مثل هذه ايرانيه، بكرات البيض ايرانيه، هاي المعلومه حتى تعرفها. ال 100 غرام هي هاي البكره النوع الخفيف اللي هي صناعه يمكن محليه، هذا 100 غرام. يعني الكيلو المفروض تشتري كيلو 100. على كل انت ايش عندك بالمحل، ايش عندك ماطورات بالورشه. بالنسبه لي انا اشتغل الماطورات اللي هي منزليه، اللي هي من واحد حصان فما دون، يعني نص حصان، ثلاث ارباع حصان وحصان. اللي يشتغل اكبر يعرف الجيتشات مالته، بس انا اريد اساعد الناس اللي مستجدين. يحتاج لك المايكروميتر سعره تقريبا 10 الى 15000 دينار. المايكروميتر تقيس به القطر، اكو فيديوهات مشروحه تعرف شلون قطر. الماطورات عندنا الدارجه اللي هي مثلا هذا اللي هو نص حصان، هذا نص حصان مكثف مالته 10، مكثف مالته 10 نص حصان 370 واط. خلينا نشوف وين كاتبيها، هاي 0.37 كيلو واط، يعني 370 واط. وعندك الماطور الاكبر منه اللي هو نص حصان مكثف ماله 12 وقسم منه 15، مكتوب 0.55 كيلو واط، 75% من الحصان، يعني 3 ارباع الحصان. وعندك هذا الماطور 1 اتش بي اللي هو مكثف ماله بين 15 وين 20. هذين ثلاث انواع انا اشتغل بيها بالنسبه لماطورات المي. هسه نجي بعدين على ماطورات المبرده. ايش تحتاج؟ تحتاج الماطور النص حصان يلف الجيج الرئيسي اما 0.40 اللي هو تقريبا 90% من الماطورات، 0.40 اللي هو 27، او 0.45 اللي هو جيج 26. هذا بالنسبه للرئيسي. بالنسبه للستار جيج 29 اللي هو 0.35. نجي الماطور 3 ارباع الحصان اكثر اللف مالته هو 0.50 اللي هو جيج 25، واحيانا يجي 0.55 اللي هو جيج 24. بالنسبه للرئيسي الستارت مالته 0.40. زين، نجي على الواحد حصان اكثر الماطورات تجي 0.55 اللي هو 24، او 0.60 اللي هو جيج 23 بالنسبه للرئيسي، والستار ماله 0.45 يعني جيج 26. زين، هنا على ضوء هذا الشغل مالتنا ايش يحتاج لي، شنو الاسلاك اللي اشتريها. طبعا انا ما اجبرك على هذا الرقم حسب شغلك. انا بالنسبه لي احتاج 27، البارحه جبت هاي البكره 0.40 6 كيلوات 280، سعرها 111000 دينار. انا حسب شغلي وحسب حاجتي. عندك ال 0.60 جيج 23 يحتاج لك تقريبا 10%، يعني تقريبا خلينا نقول 2 كيلوغرام تخلي راس حاجه. عندك ال 0.55 اللي هو جيج 24 يحتاج لك تقريبا 20%، لان هذا قسم منه يرهم الماطورات المبرده، فيحتاج لك خلف 2 كيلوغرام. بينما 0.50 تحتاجه 60% بالمحل، لانه يشتغل على ماطور 3 ارباع حصان ويشتغل على ماطور مبرده اللي هو ربع 5 كيلوات، يحتاج لك كافي. الجيت 26 0.45 يحتاج لك 10% بالمحل، فال 10% تقدر تجيب من عده فد كيلوين او 5 كيلوات. خلينا نقول هنا كيلوين
بالنسبة لل 26 نصلحها حتى لا تقولون هواية. 2 كيلو غرام زين عيني. هاي مكررة يمكن 0.40 هذه الأخيرة 0.40 يعني قيس 27 0.40 قيس 27 90% لأنه شغله كله بيت. فهذا قياس 27 بصراحة عصب المحل أنا أعتبره، ولهذا شفتونا جاي بكرة كاملة من عدة، لأنه كل ما طورت النص حصان اللي هي أغلب موجودة بالمنازل لفها يكون قيس 27 ويجي ستارت ستارت لمطارات 3 أرباع حصان فمفيد جدا، ويجي ستارت أيضا لملفات المبردة هسه راح نحكي عليها. فهذا ضروري كلش 27. عندك 29 أيضا ضروري اللي هو 0.35 90% تحتاجه لأنه يكون ملف ستارت لأغلب مطارات النص حصان ويجي ستارت لمطارات المبردة. على كل ما أريد أطول بالفيديو، الأسلاك اللي دا أتعامل بيها هذه منزلية وليس صناعية، يعني مو مطارات كبار، مطارات منزلية. هاي بالنسبة شغلي أني، مالي شغلة بالغير يشتغل خلي يجيب أسلاك اللي تعجبه، بس هذه تقدر تتحكم بيها. إذا بداية ورشتك جيب نص الكمية هاي، مو إلا كل الكمية هاي، أنا أعطيتك شيء تقريبي زين عيني. بالنسبة لمطارات المبردة، كل مطارات مبردة النص حصان أغلبها تقدر تلفها قياسين. القياس الأول 0.50 اللي هو 25 تقدر تلفه، 0.55 اللي هو 24 بالنسبة للرئيسي. وبالنسبة للستارت تقدر تلفها ب 27 0.40 و 0.35 اللي هو 29. فإذا يشتغلن على مطارات مبردة أكو أنواع قلنا، بس هذا قسم من عدة اللي هي الدارجة. أكو غير مطارات، يعني لا تقول لي بس هاي المطارات، بس هذا أحكي لك الدارجات. أكو أصغر من عدة يلف بقيس 26 اللي هو 0.45. فإذا القياسات اللي راح تجيبها للمي هي نفسها ترهم على المبردة، يعني مو حرامات، راح تشتغل مي ومبردة زيني. كل البيانات اللي تحتاجها عن مطارات المي والمبردة موجودة بجداول وناشرها، وموجودة في فيديوهات وناشرها تقدر ترجع عليها، ومع هذا تقدر تحسب الاعداد وتقيسها بالمايكرو وتشتغل على ضوء. احنا هذا المطارات بصراحه لا تحاول تلف سرعه، احنا دائما نلف سرعه واحده وناجح 100%. الامبير مالته حلو ما يسحب تيار بالمولده. لا تحاول تلف سرعه بصراحه لانه السرعه اعتبرها فاشله. ما اريد اطول عليكم. بصراحه شغله كلش حلوه ومفيده ومربحه، مو بس اللف، تقدر تبديل الاجزاء الميكانيكيه، البول بارنج، الكور، الكونديسر، يعني تفاصيل بيها هواية، وشغلة حلوة ومفيدة. تحياتي لكم، وانتظرونا فيديو جديد آخر على الأشياء التحتاجها بمطارات المي والمبردة. تحياتي لكم.